انا عصاب في السبيطار وهو جا استغل الظرف وجا خرجنا وخرج لها حوايجها وحوايجها مشتتين، هي فنانه قديره وحوايجها مشتتين في الزنقه وحنا بقينا هنايا جالسين لان ما عندناش فين غنمشيو، غنبقاو غينا من هاد خرج هي براسها من السبيطار غتجي تفرش هنا، ها هما حوايجها باكاجها مرمي برا، هو مشى بحالاته، هي حالتها خطيره بزاف ونعسه في السبيطار، يعني الا سمعت هاد الخبار هذا راه غتموت بالغدايد غتزيد تقص. حشومه فنانة عطات للدوله الكثير وعطات في المسرح الكثير وفي الاخر يديروا لها هكا هادشي راه هادشي راه بزاف. كنطالبوا بجلاله الملك سيدنا يجي يشوف هاد الحاله ديالنا وهادشي وحنا ما عندنا فين نمشيو، والمراه رانا عصا في السبيطار، حنا بو عندنا عيالات والمراه مسيبه في السبيطار كي غنديروا ليها؟ دابا فين غنجلسوا؟ جلسوا في البنات الصغار، عندنا البنت مينور عندنا البنت صغيره، حنا عيالات حنا براسنا في اي ظرف. اختك كبير ولا صغير؟ لا انايا انا كنجي عندها، انا ما ساكناش معاها. انا ما ساكناش معاهم، انا كنجي ضيفه عندهم وكنمشي، انا عندي محالي الله يخلي لي الناس اللي كيخلصوا لي محيلي، الله يجازيهم بخير. لا ما دار لهم لا تعويض، ما عطاهم حتى حاجه، هاد الخرجه اللي خرجهم ما عطاهم حتى حاجه، كان عليه يعطيهم حتى فلوس للعمده، ما فين غيمشيو؟ فين هادشي راه حرام، هادشي راه ماشي معقول، فين غيمشيو هاد البنات الصغار؟ يقول لي فين غيمشيو صغيورين، فين غيتكرفصوا؟ أي واحد يشوف هاد البنات الصغار يتكرفص عليهم، والزنقة بالليل راه بحال الغابة بالليل. حالة صحية سالها يرثى لها، راه إذا شفتوا صفية الزياني راه ما تعرفوهاش، راه تبدلات في الصحة، وإلا ساقت الخبار حوايجها تلاحوا، راه هادي هي الأخرى عليها، وهو اللي غادي هو اللي غيخلص هادشي كامل، حيت هو السبب. حتى الظرفيه فين كاينه في السبيطار وجا خرج الحوايج، حيت الناس هنا كيوصلوا له الخبر، كاينين الناس هنايا كاينين بزاف د الناس كيوصلوا له الخبر، ها هي خرجت ها هي دخلت ها هي جات ها هي مشات. لا ما تضامنوا معها حتى وحدين. ما تضامن معها لا فنانه، كانوا هضروا مع رشيد الوالي هضروا معها ما خلاو معها من هضروا. حتى شي واحد ما تضامن معها، حنا كنتسناو. انا صديقه ديال با الله يرحمه عمي في الجوق الوطني، صديقه ديالنا من زمان كتجي عندنا للدار، معروفه عندنا بحال خالتي هذه كنحسبها. علاش انا كنجي وكنجلس معاهم؟ لان انا ملي سمعتها مريضه كنت كنجي كنعاون كنطيب لها صويبه تمشات للسبيطار، ما عندنا ما ندير. فنان كبير في المغرب كيتكرفص امبوسيبل، وعطى الكثير عطى الكثير، ملي بدا الراديو ملي بدات الازليه الكثير عطى، وثلاثه ديال الملوك محمد الخامس الحسن الثاني رحمه الله ومحمد السادس الله يطول لنا في عمره، ثلاثه ديال الملوك، وفي الاخر يخرجوا حوايجات اللي هنا يتلاحوا ما يمكنش. حشومه انا راه هادشي اللي كنقول من الانسانيه ديالي، انا ما عندي فيه تداخل، انا غير كنجي عندهم وشت داكشي قدام عيني، شت المراه مكرفصه هنا وعاد زاد تكرفصت السبيطار وعاد غتكرفص ملي غتلقى الحوايج ديالها مسيبين. انا كفاعله خير قلت الحقيقه، كراي هذا اللي كاري ليها على الاقل اللي خرج لها واحد القدر يعطيه ليها تمشي في حالتها باش تلقى فين تسكن، هذا هو اللي بغيت انا، ما بغيتش هذه المراه تخرج من السبيطار وتبغي نتوما هذه المراه تخرج من السبيطار تبقى مليوحانه في القنت، راه غتموت، راه هي هادي الاخرى عليها، خاص مو الدار يعطيها شي حاجه نكريو لها الدار في السبيطار فاش منين تخرج نديوها البحاله. لا عين شافت لا قلب وجع، حتى هو ما خصناش مشاكل، خصنا غير المراه ما تجيش تموت تموت لنا هنا في هاد الركنة. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.